صباح الخير يا جماعة، كل سنة واحنا كلنا بألف خير وصحة. بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعلى يعني كل الناس بالخير واليمن والبركات. أنا في الفيديو ده هتكلم عن سبب تسمية الشهر بهذا الاسم وأعرف الشهر الكريم. طبعا شهر رمضان هو الشهر التاسع من الشهور الهجرية، بيجي بعد شهر شعبان وبعديه بيجي شهر شوال، وهو عدد أيامه تتراوح ما بين 29 ل 30 يوم. وهو طبعا الشهر الذي أنزل فيه القرآن، وهو الشهر الذي فرض فيه الصيام، أحد أركان الإسلام. كلمة رمضان هي كلمة مفردة جمعها رمضانات أو أرمدة أو رمضين، ويعني سبب تسمية الاسم أو يعني سمي الشهر بهذا الاسم نتيجة لعدة اعتبارات يعني يأتي على رأسها، وهو الرأي الأرجح يعني ارتباط رمضان بارتفاع حرارة الجو أو ارتفاع أو شدة ارتفاع الحرارة. ويعني هو جاي من الفعل رمضة، ورمضة يعني كناية عن تأثير حرارة الجو أو حرارة الشمس بالأخص على يعني الحجارة والجبال والرمال، التأثير الشديد طبعا. ويعني ارتباط اسم رمضان بشدة الحرارة يأتي على عدة اعتبارات. العرب لما حبوا أو قرروا إن هم يغيروا أسماء الشهور العربية، ده حصل 200 سنة قبل الإسلام، وقيل أن من أوعز إليهم بذلك رجل يسمى كلاب بن مرة، وهو رجل قرشي، وغيروا أسماء الشهور طبقا ليعني المتغيرات المناخية والاجتماعية في عصرهم. ومن هنا جاء تسمية هذا الشهر بشهر رمضان، على اعتبار أن الشهر ده وافق أو وافق عند التسمية أحد شهور الصيف، فبالتالي يعني ارتبط بشدة الحرارة العالية. وقيل أنه ارتبط بيعني حدة الظمأ نتيجة للصيام، قيل أنه ارتبط بالحرارة في كونه شهر لحرق الذنوب والمعصية يعني كناية عن غفرانها، كذلك قيل أنه ارتبط بالحرارة على اعتبار أن القلب فيه يعني يكتوي بحرارة الخير كما يكتوي الجبال والرمال والصحراء بحرارة الشمس. وقيل لأن العرب كانوا يحضرون في هذا الشهر عدتهم وسلاحهم لبدء الحرب التالية في شهر شوال. فدي أسباب كثيرة جدا عن سبب ارتباط الاسم بالحرارة أو بشدة الحرارة. لكن في المقابل في رأي تاني بيقول إن ده مش دليل كافي، أو لا يعد يعني دليل كافي لارتباط الاسم رمضان لارتفاع درجة الحرارة، أو يعني بعض الأوجه اللي بتشير أو يعني قريبة من شدة الحرارة، على اعتبار أنه هو أحد الشهور القمرية وليست الشمسية. ومعنى أنه هو أحد الشهور القمرية فهو بيأتي في فصول العام المتغيرة، ممكن أن يأتي في الشتاء، ممكن أن يأتي في الخريف إلى آخره، فبالتالي هو ارتباط الحر ليس في حقيقة الأمر حرارة الشمس، ولكنها يعني حرارة الظمأ أو شدة الظمأ، على اعتبار أن يعني الإنسان الصائم ممكن يكون صايم في الشتاء ويحس بحر الظمأ، ممكن يكون صايم في الربيع ويحس بحر الظمأ. يعني هي دي الآراء اللي كانت بتدور حول سبب تسمية الشهر بهذا الاسم، وإن كان الأغلب أو الأرجح أن رمضان يعني كناية عن الرمض، وهو يعني ارتفاع حرارة الشمس. قبل ما يتسمى رمضان من وقت قوم عاد وثمود، وهم أقوام بائدة من العرب، كان له عدة أسماء مثل تاتل. تاتل يعني ده بيعني الشخص الذي يأتي بالماء من عينيها أو من بئرها، برضو تسمى باسم زاهر. زاهر على اعتبار أنه هو كان بيأتي في الأوقات هذه في فترة ازدهار الزهور والأزهار. حتى 200 سنة قبل الإسلام
اتسمى رمضان. وزي ما قلت لحضراتكم انه قيل ان هذا بإيعاز من رجل اوعز للعرب بان يغيروا اسماء الاشهر ومنهم رمضان. وهذا الرجل يدعى يعني كلاب ابن مرة، وهو قرشي من مكة المكرمة. كل عام أنتم بخير، وإن شاء الله رمضان الجاي يكون أحسن يعني الحالة الصحية والحالة العامة لينا كلنا، ومع ألف سلامة.